رئيس مجلس القيادة يؤكد في خطاب للشعب التزام المجلس بالشراكة الواسعة في السلطة والثروة وإنهاء المراكز المقدسة للحكم. وزير الدفاع يناقش مع اللجنة العسكرية الأمنية العليا إنجازاتها خلال المدة الماضية. غدا الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة الأخبار التي نقدمها لكم من تلفزيون حضرموت بمدينة المكلا، والبداية مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي الذي أكد أن ذكرى الوحدة اليمنية في 22 من مايو في العام 1990 للميلاد ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل والتعلم والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني وإرادة الشعب اليمني. رئيس مجلس القيادة جدد في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني 34 للجمهورية اليمنية التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتها المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، الانفتاح على كل الخيارات لتمكين أبناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. إن الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة ودعوة وطنية وحتى ولادتها كواقع ملموس مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا ارتكز على جملة من المبادئ السامية أهمها تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة الواسعة في السلطة والثروة وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون. ومثلما يتمسك اليمنيون الأحرار في شمال الوطن وجنوبه بمضامين هذا المشروع النهضوي فإنهم يرفضون بشدة إفراغه من مضمونه الوطني والسياسي والأخلاقي وأن يغدو مجرد شعار مضلل يخفي وراءه نزعة التسلط والتفرد بالسلطة والثروة، وهي النزعة التي تجسدها الميليشيات الحوثية الإرهابية اليوم التي تتشدق بحديثها الأفاق عن الوحدة اليمنية في حين أنها تمعن كل يوم بتكريس وقائع للتقسيم ماديا ومعنويا وتعمل بشكل ممنهج على تفتيت البنية الاجتماعية وتشطير مكوناتها على أساس طبقي وطائفي ومناطقي. ولهذا فإننا نؤكد التزامنا الكامل بتعهداتنا السابقة في هذه المناسبة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل وانفتاحنا على كل الخيارات لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. ناقش وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري في العاصمة المؤقتة عدن مع اللجنة العسكرية الأمنية العليا إنجازاتها خلال المدة الماضية. وزير الدفاع استمع من رئيس اللجنة العسكرية الأمنية العليا اللواء الركن هيثم طاهر إلى مستوى التقدم في وضع الخطط لتنظيم القوات المسلحة والأمن والجهود التي يبذلها رئيس اللجنة وأعضاؤها. وشدد الفريق الداعري على تكثيف العمل لتوحيد جهود التشكيلات العسكرية ورفع مستوى تدريبها وزيادة مستوى التنسيق من خلال توحيد التخطيط والتنسيق العمليات والقتال والمعنوي بما يرفع مستوى الأداء على المستويات كافة، منوها في السياق ذاته بدعم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس كافة ومؤازرتهم لقيادة القوات المسلحة. كما أكد وزير الدفاع ضرورة تنفيذ مخرجات أعمال اللجنة العسكرية وتوصياتها للوصول بالقوات المسلحة إلى المستويات المطلوبة، منوها بصمود منتسبي القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية وتصديهم لاعتداءات ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس
سبل تعزيز الشراكة ودعم القطاع الصحي. وأكد وزير الصحة أهمية أن تسهم التدخلات في تعزيز البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية، مستعرضا الأولويات الملحة في الوقت الراهن ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي، مثنيا على الدور الذي يطلع به اليونيبس في دعم مشاريع البنى التحتية والطاقة الشمسية في مرافق الرعاية الصحية الأولية. من جانبها أكدت مدير صندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لدى بلادنا ريحانة زوار أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين. وقع صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن على عقود التنفيذ لأربعة مشاريع للتدخل الطارئ لصيانة أضرار السيول والمواقع المتضررة وإصلاحها في محافظات أبين وتعز وشبوة مع الجهات المنفذة، بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي. وأوضح الوزير الحريزي أهمية المشاريع الجديدة في توسعة رقعة التدخلات التنموية لتأهيل الطرق المتضررة، لا سيما التدخلات الطارئة لإصلاح الطرقات المتضررة بفعل السيول، مؤكدا ضرورة تنفيذ المشاريع بالمعايير الفنية المطلوبة. وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس عدن المهندس معين الماس إلى أن هذه المشاريع تؤكد استمرار دوران عجلة التنمية في قطاع الطرق. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع رئيس أكاديمية عدن للغوص الحر عمر القاسمي إمكان تأسيس نادي رياضي نوعي تخصصي يعنى برياضة الغوص والترتيب لإقامة بطولة محلية لهواة اللعبة في بلادنا. وأكد الوزير البكري أهمية تأسيس النادي باعتباره أساسا لتطوير الرياضات البحرية وتعزيز جاذبيتها ومكانتها، مثنيا على الجهود التي يبذلها رئيس أكاديمية عدن للغوص الحر وحرصه على انتشار اللعبة في عدن بما تحتويه من أماكن بحرية تساعد على انتشار اللعبة وتطويرها. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم غد الأربعاء إجازة رسمية لموظفي وحدات الخدمة العامة كافة، وذلك بمناسبة العيد الوطني 34 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وتأتي هذه الإجازة استنادا إلى نص المادة رقم 3 من القانون رقم 2 سنة 2000 للميلاد بشأن الإجازات الرسمية والعطلات. التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي اليوم بالمكلا بمعية المدير العام لمكتب وزارة الثقافة عبير الحضرمي عددا من أعضاء مؤسسة حضرموت للثقافة. وخلال اللقاء استمع الأمين العام لمحلي حضرموت من مدير قسم برنامج المسرح بمؤسسة حضرموت للثقافة لنتائج التصفيات الأولية للمنافسات المسرحية التي نفذتها المؤسسة في إطار إحياء المسرح الطلابي وتطويره والمسرح العام بساحل ووادي حضرموت. وأكد الأمين العام دعم السلطة المحلية لمثل هذه المنافسات والأنشطة الشبابية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز قيم السلام والاستقرار في المحافظة، داعيا إلى ضرورة أن يتواكب المسرح مع قضايا المجتمع ومشكلاته إيضاحها بصورة هادفة، منوها في السياق ذاته إلى أهمية نسج العلاقات مع الجهات ذات الاختصاص بما يسهم في تفعيل دور المسرح وإحيائه. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عامر العامري الاختبارات النهائية بكلية المجتمع بسيئون للعام الدراسي الحالي. وتعرف الوكيل العامري من عميد كلية المجتمع الدكتور فهمي فرارة أن المتقدمين لهذه الاختبارات في المستويات الثلاثة بالكلية يبلغ عددهم 455 طالبا وطالبة موزعين على ثلاث قاعات تضم 8 تخصصات مهنية علمية. أعرب الوكيل عن تمنياته للمتقدمين بالتوفيق والنجاح. وعلى صعيد آخر افتتح وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء أيضا قاعة للاجتماعات الموسعة بمعهد فرع أمين ناشر للعلوم الصحية بسيئون ومعمل غرفة العناية المركزة والمعرض الثقافي والتوعوي الثاني الذي تنظمه الإدارة العامة لفرع المعهد الصحي والمجلس الطلابي بالمعهد. عقدت بمدينة سيئون ورشة نقاشية وتشاورية للمشروع المتعدد السنوات لسبل العيش في مديريات سيئون والقطن وشبام ووادي العين بحضرموت
بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. واستعرضت الورشة أنشطة المشروع من خلال استثمار في الأصول وتعزيز الصمود ضد التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين وتدريبهم على وسائل وطرائق كسب العيش وتعزيز الدخل. وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي إلى أن المشروع يمثل رافداً من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر في ظل الظروف الراهنة، منوهاً بأن المشروع يحقق التنمية في المديريات المستهدفة ويخفف العبء على السلطة المحلية. اختتم في العاصمة القطرية الدوحة مشروع السيمفونيات التراثية التي أقيمت في مسرح دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقيين اليمنيين إلى جانب أوركسترا قطر الفلهرمانية. المؤلف الموسيقي محمد القحوم قدم في أثناء الحفلة 14 مقطوعة موسيقية ووصلة غنائية تجسد التنوع الثقافي الثري لليمن والمنطقة العربية عامة. وأكد القحوم أهمية المشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا، التي تشمل تشجيع الفنانين وتقديمهم على المسارح العالمية وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب العربية. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. ختام النشرة مشاهدين تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد في خطاب للشعب التزام المجلس بالشراكة الواسعة في السلطة والثروة وإنهاء المراكز المقدسة للحكم. وزير الدفاع يناقش مع اللجنة العسكرية الأمنية العليا إنجازاتها خلال المدة الماضية. غدا الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني 22 من مايو. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الخاصة بتلفزيون حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله. في أمان الله.